الختام سيكون بالشأن الثقافي، حيث قررت عائلة الفنان الجزائري الشاب خالد الخروج عن صمتها، وذلك في أول رد إعلامي لها عبر تلفزيون النهار لتعبر عن حب الشاب خالد للجزائر، وهذا في تقرير سارة فرندي وسارة بلحور. هنا تقطن عائلة الشاب خالد بحي الكميل بوهران الذي شهد ميلاد ملك الراية، وهذه هي عائلته في بساطتها التي استقبلتنا برحابة صدر. وبعد الضجة التي أثارها موضوع الشاب خالد وتصريحاته الإعلامية الأخيرة، خرجت عائلته عن صمتها لتدافع عن ابنها وتطلب من الجمهور عدم المساس بأهله. خاصنا ثوريين وتاني نموتوا على جزائرنا، وتاني كنا نقولوا قارح نحن ننسى اللي زغرت زغرتو اللي قاس بالحجر اللي قاس بالقرع على اسبانيول، واليوم رانا ولينا نقولوا لنا حكا. خالد جزائري مولود في الجزائر، بو جزائري حر، جو دي بيان جزائري حر لاني جزائري مناضل، وقام وقت الثوره بعمل وتعذب وقت الثوره. والدة الشاب خالد في أول ظهور لها عبر شاشات التلفزيون لتبرر سبب حصوله على الجنسية المغربية التي أكدت أنها لتسهيل دخوله للمملكة فقط. كان زي كيما جا كيما جا ما يجي خالدي يغني ما خليه يروح بالكردية مع الاكسيون بالكردية نتاعه، كان الناس تفرح به صغير وكبير. كان عنده مشاكل، ما هي المشاكل؟ لانه جزائري وكانت عندها مشاكل من يجي داخل في لادوان، باسكو جزائري يفتشوه ويدير له مشاكل كبيره. ابا الملك عطى له هاد لا ناسيونيتي باش او نيفو دو لا فرونتيير كل يسهل له، باش ما يوقعلهش مشكل نتاع لا فرونتيير ومشكل نتاع لو باساج نتاع ولاده ولا نتاع العائله نتاعه في المغرب كي يكون كاين حفلات. خالد امباسادور نتاع الجزائر. وبعيدا عن كل ما أثير، تؤكد العائلة أن خالد كسب حب الجزائريين والعالم بفنه، وكان خير ممثل بلده في الخارج.